اختتمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وشهد الحفل الختامي سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير الهيئة، وتم تكريم كافة الجهات المتعاونة تقديرا لمشاركتها وتعاونها في إنجاح هذا الاحتفال. هذا وشارك في البرنامج الاحتفالي والذي استمر على مدار 3 أيام في منطقة الصجعة بالشارقة 15 ألفا من العمال من مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.